فلتذهب الكورونا. الفيديو رح يكون هو عملي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم حنحكي بالفيديو عن شغلة كتير حلوة، كتير ممتعة، كتير فظيعة، هي الأكابيلا. قبل ما نبلش ونبدأ بالفيديو ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. بسم الله. الأكابيلا، كتير في أشخاص لما يسألني انتو شو بتساوي عندكم بالستوديو؟ بقول له والله من بعض الخدمات، يعني بعد ما أحكي له كذا بقول له كمان بنساوي أكابيلا. فبيصفن. وفعلا هو علم الأكابيلا ما له كتير منتشر بالوطن العربي بشكل كتير كبير. في بعض الشخصيات عم تساوي أكابيلا كتير حلوة وكتير فظيعة. الأكابيلا هي عبارة عن استعراض بالصوت البشري، يعني بتقيم كل شيء آلات موسيقية، بتحط صوت بشري بطريقة معينة مدروسة، بتطلع معك نتيجة بتحس كأنه آلات، ما بتحس في شيء ناقص بالعمل الفني. فأنا بالنسبة لي كتير بستمتع لما ساويها، كتير هي ممتعة صراحة، كتير فيها إبداع. كل ما ساوي عمل أكابيلا بحس في شغلة جديدة تعلمتها، بحس في فكرة جديدة صارت بدي ساويها، لأنه هي ما لها حدود. يعني البيانو أوكي بيانو خلص بآخر شيء بيانو، أما الصوت البشري فيني أنا أتحكم كيف خامتي بدي ساويها، هلأ ناعم ولا خليه خشن، ولا أعمل بالبيز، ولا كيف الطريقة اللي بدي أعزف فيها بالصوت البشري. يعني طبعا الفيديو رح يكون هو عملي، يعني أنا رح ساوي هلأ قدامكم قطعة أكابيلا ورجيكم كيف بسجلها وكيف ببلش فيها، وبآخر شيء بسمعكم النتيجة طبعا إن شاء الله. أول شيء أنا مثلا يا بتجيني أحيانا مثلا أنه موسيقى بدي أحول الأكابيلا، أو من عقلي يعني أنه ما في شيء مقيدني، خلاص أنت من عندك ساوي المقدمة، أنت لحن من عندك، أو لا أنه بدنا هاي الموسيقى تتحول لأكابيلا. فأنا مثلا عزفت هاي الشغلة قبل شوي مشان أقدر أحول، بدي يعني استوعب اللحن، أفهمه، أعرف كيف بدي ساوي، بأي خامة بدي أستخدم، شو الآهات اللي بدي أستخدمها بصوتي، كيف بدي أديها بصوتي، كيف بدي أحولها لشي بشري. سمعتوه شو هي؟ هي عبارة عن معزوفة بيانو بدي أحولها لصوت بشري. هلأ جاهزين؟ بعد ما نستوعب هذا اللحن نعرف كيف بدنا نأديه بصوتنا، نعرف شو الجو اللي بدنا إياه، أول شي منساوي أنه نشرب كاسة شاي أخضر. 2 hours later. طبعا هي فظيعة، خلاص هذا الظرف هو لحاله بقلبه الشاي الأخضر، هي دعاية صراحة. طبعا ليش بيشرب شاي اخضر او اي شيء دافي؟ مشان الصوت يكون نقي، ما في بقلبه نويز، مشان اقدر اتحكم بالطبقات العاليه اكثر. الله ما اطيبه. الوقت بما اشرب شاي اخضر بحمي، وبنفس الوقت بكون عم اسس المشروع، اشوف كم ترك بدي احط، كم خامه لازم استخدم من صوتي. يعني الكوردات الاخر الميلودي. هلا عزفت الكوردات بالآهات البشرية كمان، الشيء يعني واحد بيعتمد فيه بالأكابيلا هو طريقة الهارموني، يعني هي الكوردات فينا نقول كثير 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 مهمة بالأكابيلا. والنقطة الثانية هي بتكون خامة الشخص اللي عم يأدي. أحيانا في خامات بتحس انه لا ما حلوة للأكابيلا، في خامات تحسها حلوة للأكابيلا، والشخص اللي عم يأدي هو كمان بيلعب دور، انه هو عارفان يستخدم صوته صح، عارفان شو مساحة صوته لما يعمل editing او mix يعني بالصوت، بيعرف كيف بده يعمل editing لصوته. كمان كتير هي مهمة بعالم الأكابيلا. هلا عم حاول شوف شلون الصوت البشري ممكن ما خليها جامدة مثل البيانو اللي معزوف. هلا هذا كتير جامد، بدي اياها تكون فيها حيوية اكتر، فيها احساس. خلينا اساس تركات. هلا سنخليه مونو 4x4 13 تراك بدي ساوي. اهم شيء هي الشغلة تعلمتها من المهندس صوت الاستاذ عمرو عقاد مدير شركة استديونا. الترتيب صراحة بالمشاريع يعني اهم شيء لتقدر تعمل ميكس، لتقدر تفهم شو الشيء الناقص بالمشروع، شو الشيء اذا ضفته اللي حيحليه، هو الترتيب. لازم عن جد ترتب المشروع من بدايته، مو من بدايته يعني بعد ما تفتحه، لا من
قبل ما تفتحه. يعني انت لما تعمل كرييت محدد له وين بده يعمل مجلد، وين بده يحفظ التركات اللي بده يسجلها، شو اسم المشروع، ما يكون هذا تبع اكابيلا تعديل قبل النهائي، اكابيلا نهائي، اكابيلا ما بعد النهائي. تلاقي على الديسكتوب عنده يعني مشاريع هيك ملفات طايره، اوديو التراك 01 ما بتعرف شو هاد. شوفي انا لا سمح الله مثلا انضرب المشروع، بس عندي الملفات موجوده مثل ما هي. تجيني مشاريع بدي اعمل لها مثلا ميكس، اكثر شيء بيعقدني قصه الترتيب، يعني ما بيكون مرتب، فانا ما بساوي شيء بالميكس اول شيء، فقط بقعد برتب المشروع عشان افهم هذا الصوت شو، هذا السولو شو، جواب ولا قرار ولا كورال ولا شو ساوي بحالي انا. لك تستني شو فهمان هي على التلوين، شو بحب التلوين يا الله، حلو حلو التلوين، تلوين المشاريع ممتع. لك كأني رتبت بيتي. طبعا من الشغلات اللي بتخلي عملكم سريع، بجهز قسم منيح الجروبات تبع الميكس لاسمع صح، يعني اسمع الكتلة ظابطة ولا لا، لسه بدها والله خامة جديدة. ترارا ترارا. طبعا ضل عم اسمع اللحن، انا حتى بداية الاول كنت تسجيل ضل عم اسمع اللحن مشان اقدر استوعب، لانه لحنته يعني قبل بشوي ما سجل الحلقه. يعني هلا انا من الاشخاص اللي بحب اسمع حالي من برا، يعني ما بحب اسمع حالي مع ريفيرب او شيء. حلو، حبيت اللحن. تيمبو، وين التيمبو؟ يلا تمام. كثير مهم الإحساس، يعني مو ما بعطي بور، لا بدي اياه هيك، ما له كثير عاطفي ولا له بور، يعني في شويه احساس. بحس بدي اعمل له اديتنج هذا الصوت. طبعا في اخطاء انه بفكروا الاكابيلا او الكورال انه واحد بسجل مره واحده وبيعمل له دوبليكيت، طبعا خطا ما مو صح يعني. طبعا سمعتوا شو الخامة الجديدة اللي ضافت، عملت لها جواب، هي تبعي نفسها بس عملت لها جواب بطريقة معينة. هلا خلينا نروح على القسم الثاني، بدي اياها هات انا. كثير شغلة مهمة بالاكابيلا انك ما تستحي من صوتك، يعني ما تستحي تجرب خامة جديدة. طبعا هذا صعب لانه هوائي، هوائي كتير بياخد نفس. اعادة نشاز. حلو، لاحظتوا شو انعطاء جمالية اكتر، انتم ملاحظين سماعات شو حلوين، ما حدا يضحك بس والله هيك بحب انا، برتاح فيهم. سمعانين الخامة الجديدة شو عطت؟ عطت لمعة للخامة الأولانية. حلو. ممكن ساوي ليد هو ماشين ورا هدول الاكابيلا، ماشين وراي، والليد هو الصوت مثلا هون مثلا البيانو كان.
كثير. هلا خلصنا من المايك. حلو حبيت. هلا صار وقت البيز لنزف البيز. بيز اللي ما بيعرفه هو الشغله اللي بتسمعوها وقت ما تكون سياره هيك بعيده، مثلا اذا انتم قاعدين بالبيت وسياره تحت مشغله اغاني بصوت عالي كثير، فانتم بتسمعوا منها غير، ما بتسمعوا صوت المغني شو عم يساوي، بتسمعوا صوت البيز، الترددات واطيه. ليش مالك مظبط انت؟ رح ارجع لكم بعد ما اعمل لها شويه ميكس وهيك، يعني اعمل لها كم لمسه ان شاء الله، وطبعا رح اسمعكم اياها كاساس، يعني حطوا سماعات تسمعوا كواليتي حلو. حلو. بعد ما عملت لها ميكس هيك على السريع، يعني ماستر هيك سريع بس لنقدر هيك نسمع بشكل حلو، خلينا نسمع شلون صارت. ان شاء الله تكونوا حبيتوا، وانا كثير حبيتها والله، مو ما تحبي حالي بس هيك ما بعرف ليش هيك حبيتها، يعني ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله عن جد قدرتوا هيك تشوفوا اسرار الاكابيلا، شو عم يصير ورا المايك، شلون بيطلع هذا الصوت، هاي الاهات، شلون واحد بتجي الفكره، شلون بيقدر يحول بين يعني هي كانت بيانو حولتها لصوت بشري، فكل هاي كل هاي الاسرار ما تقولوا ولا حدا، بس شاركوا رفقاتكم هذا الفيديو، واذا عجبكم هذا الفيديو عن جد شاركوه مع رفقاتكم لتساعدوني يعني اقدر ضل عم ساوي هالفيديوهات ونتشارك افكار. موبايلي لا خلص. واذا عندكم اسئله او اي شيء انا بعرفها باذن الله بهذا المجال على راسي، يعني ان شاء الله انا موجود وبالخدمه دائما، سواء اللي عم يتابعني على الانستغرام او حتى على اليوتيوب، اكتبوا لي اسئله على قناه اليوتيوب قلم تي في، اكتبوا اسئله حول الاكابيلا، اذا حدا منكم جرب يساوي اكابيلا شي مره، او في حدا هيك عنده بحس حاله هيك خرج يساوي اكابيلا كمان، كلياتها ان شاء الله يعني انا جاهز باي خدمه بقدر ساويها. وعن جد اذا عجبكم الفيديو وهيك حبيتوه من قلبكم اعملوا اشتراك بقناتنا قلم تي في، وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد ان شاء الله بنساويه، وما تتعذبوا انه تعرفوا نحن شو الشيء الجديد يساوينا. كان معكم محمد بشير من استوديو قلم باشاك شهير اسطنبول، فلتذهب الكورونا.